العالم طبعا مثل ما عارفين تعبانه وفقر وتعتير وتسكير وما في شغل. اللي وصل طرابلس لهون انه كل المناطق غنيت على حساب طرابلس، نحن ما عندنا محل نروح عليه، زربينا حتى تعليم ما عندنا، تطلع باقي المناطق عند المرافق السياحيه، اذا بيتظاهروا بحياتهم ما تقوص عليهم الرصاص، ليه نحن محرومين لهيدي الدرجه؟